الشمس العدو اللدود ديال لي زيكسبيرون جينيرال. يعني بحال انتيا نازله من واحد الكوكب غريب عليهم. لا فامي ديالنا ما كيرضاوش بينا، الا عرفوني انا شكون غينوض صداع كبير في لافامي. ليه كتشمي لي؟ بحال الصديق ديالنا. يعني كتشوف واحد كان عنده نفس المرض ديالك وتصاب بسرطان ومات، يعني شي حاجه مفجعه. القمر والضوء كينور لينا. كره تكون تصور هكا قدامي نشدها ندير فيها ما فهمتش، نحيها من هذا العالم. كلما بزغت اولى خيوط الشمس يتكرر هذا المشهد المفرط في الغرابه، اقفال للنوافذ وتعتيم للغرف لطرد نور قد يكون سببا في المرض والموت. على غير العادة تتكرر هذه المشاهد يوميا في بيوت أشخاص يعيشون بيننا، يعانون في صمت مع الشمس ونورها. إنهم أطفال القمر أو أعداء الشمس كما يحلو للبعض تسميتهم، أناس ولدوا بتركيبة لا تتعايش على الإطلاق مع نور الشمس. الأكثر من ذلك، قد تصير الشمس طريقا نحو الهلاك والموت. يوميا ننتظر شروق الشمس احتفاء بيوم جديد، لكن سناء محرم عليها أن تعيش التجربة، فهي واحدة من بين أكثر من 500 حالة مصابة بمرض زينوديرما. على مدى 17 سنة من عمرها تعيش هذه الشابة اليافعة صراع الهروب الدائم من الشمس. اليوم موعدها الشهري مع طبيبها المعالج. الوصول في الموعد هو تحدي كبير بالنسبة لها، خاصة في فصل ترتفع فيه درجة الحرارة وتلتهب فيه أشعة الشمس التي كلما ابتعدت عنها زادت أيامها في الحياة. صباح الخير، كي دايره السماء؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ صحة لاباس؟ تفضل. المرض اللي كيتسمى المتعارف عليه بأطفال القمر هو عنده يعني اسم شوية معقد، يعني الاسم العلمي ديالو اللي هو تقرح الجلدي الاصطباغي، هو ديال واحد الوليدات اللي كيتولدوا وما عندهم واحد الحساسيه مفرطه ديال الاشعه فوق البنفسجيه اللي كتكون في الشمس وكتكون في الضوء بصفه عامه. يعني انايا ما كنعيش كانسان عادي، يعني يكون الشمس يكون عادي حال شراجم وعادي كيعيش حياته عاديه، انا كتكون الشمس ضروري نسد الشراجم ونجلس في الظلمه، يعني هذه هي حياتي ديما. الإحصائيات الرسمية عن عدد أطفال القمر في المغرب غير متوفرة، والجمعية الوحيدة المهتمة بهذه الفئة والتي تحمل اسم جمعية تضامن مع أطفال القمر تتحدث عن وجود 500 حالة في المغرب، وتضم مراكش 12 حالة مقابل 34 حالة في الدار البيضاء. أغلب هذه الحالات طالها المرض نتيجة زواج الأقارب حسب المختصين، زواج دفع ثمنه أطفال يعيشون حياتهم في الظلام هروبا من أشعة شمس قاتلة تحول البقع السوداء المتناثرة في أنحاء أجسادهم إلى خلايا سرطانية، وفي كل لحظة يتعرض فيها طفل القمر إلى الشمس يكون قد وقع على عقد سريع لوفاته. وهذه الوليدات ما خصهمش يعني يشوفوا نهائيا الشمس، وهذه الحساسيه كتخلي ان كتكون عندهم بقع وعقيدات في الوجه ديالهم وفي سائر الجسم اللي كتطور كتولي خلايا سرطانيه اللي خص يديروا عمليات يعني دوريه بصفه دائمه باش يحيدوا دوك الاورام السرطانيه اللي كتكون في الجسم. يعني كتشوف واحد كان عنده نفس المرض ديالك وتصاب بسرطان ومات، يعني شي حاجه مفجعه. يمكنش لك انتي تبقي تشوفي انك حياتك غادا في واحد المصير خيب وتبقي غادا عليه، راه رغم المعاناة اليومية تظل الإكراهات الصحية هاجس السناء الأول، وبإرادة قوية تتحدى الشمس والمجتمع لمواصلة دراستها، على عكس مرضى آخرين ألزمهم المرض المنزل وتحولوا إلى أشباح وسط الظلام. ليلهم كنهارهم وحياتهم دامسة بدون ألوان. عثمان شاب آخر يصارع المرض، فمنذ أكثر من 20 سنة وهو يعاني،
ازدادت المعاناة بعد أن توفي شقيقه بنفس المرض، واليوم يتقاسمه أيضا مع شقيقه الأصغر سنا منه. أنا حياتي العادية كتبدأ منين كتغيب الشمس، كنبداها كما كيبداها الإنسان العادي من في الصباح، في الصباح ديالو. أنا كنبداها منين كيغيب هذاك العدو اللدود ديالي. الأسود صار مرادفا لعثمان في كل شيء، حتى عندما قرر الحديث عن معاناته ظهر من خلف الستار، والسبب عائلته التي أرهقها مرض ابنها لدرجة التنكر له. لا فامي ديالنا ما كيرضاوش بينا، اللي عرفوني أنا شكون غينوض صداع كبير في لافون. شوف كيخافوا من كلام الناس، عندهم ولد معاد، عندهم ولد اون ديكاب، سيرتو فاش ضاعو لي عينيه. لحقاش في اللول كنت معاد، كنت كنهدي اللقا ديال معاد، دابا وليت اون ديكاب. لحقاش شوف مبقاش عدي اوبليجي دابا نعتمد على انكل. اذا في الحاله ديال عثمان هنا كيبان هذه القضيه اللي قلت اللي هي مهمه جدا. اذا الحاله ديال عثمان هو ماشي مرض شبيه، ولكن هما من الناحيه النفسيه ومن الناحيه لا شعوريه ما تقبلوش ان ولدهم يكون عنده هذا المرض، خصوصا ان هذا المرض فيه معاناه كثيره ويعني مستمره. فهذاك عدم التقبل هما بحال ترجموه انهم ما راضينش بداك الوليد، ولا ما باغينش ان داك الوليد يهضر على المرض ديالو، ولا حتى هما مثلا مع الاسره ديالهم ولا مع المحيط ديالهم ما كيهضروش على داك المرض الى اخره. اذا هذا جاي من عدم التقبل. وسط هذا الظلام الدامس تظل نقطه الضوء الوحيدة بالنسبة لهؤلاء المرضى هي جمعية التضامن مع أطفال القمر، جمعية تجمعهم تحت سقف واحد. الجمعية تم تأسيسها قبل 3 سنوات من قبل نزهة الشقندي بعد أن فقدت ابنها بنفس المرض واستمرار معاناتها مع ابنتها الثانية سناء البالغ من العمر اليوم 28 سنة. الجمعية تضم أكثر من 220 مصابا بالمرض، لا تتوفر على مقر قار، وتنظم لقاءات داخل دار الشباب بحي عديل في الدار البيضاء. رغم الإمكانيات البسيطة فهي ترفه عن المرضى ولو في حين، وتعمل بين الفينة والأخرى على توزيع كريمات واقية من الشمس ونظارات وأشياء أخرى بسيطة. صعوبة المرض تزداد حين يضم المنزل شخصين مريضين. إيمان 27 سنة هي شقيقة سناء التي تعرفنا عليها في البداية، نفس المعاناة ونفس الظروف. بزاف تضوبلات بزاف، هي داكشي باش كتحس بيه هي لداخلك، حتى انا كنحس بيه. دست ماتشي وباقة عايشة فيه، باقة خنتوص فيه. قسوة المرض الذي حرم فئة اجتماعية من نور الشمس ولد لدى المصابين حساسية مفرطة، حساسية تزيد من معاناتهم في ظل غياب الرعاية النفسية والاجتماعية، كما أن نظرة المجتمع ترهقهم والتوصيفات الجارحة تعمق معاناتهم. هضره ديال شي واحد باش غبكاتني، هضره ديال شي واحد ديبخيماتني من بين الكلمات اللي تشوشاولي بزاف. خامس ود الحي ديالنا عطاني واحد اللقب هو سراق السيس، كيخرج في الليل ما كنشوفوش بالنهار. يعني ملي كنكون دايزه شي كيقول لك منقطعش، كيقول لك الله يسر، شي كيدفل وكيدوز كله، شنو كيدير؟ يعني بحال انتيا نازله من واحد الكوكب غريب عليهم، يعني كلشي مستغرب منك، كلشي كيبعد منك، كلشي بحال انتيا غتعاديهم بحال الوعي تقلت الوعي كدير هادشي. بقاو الناس كيحقروا كينزلوا من معنويات ديال ما عارفينش الناس شنو هو هذا المرض، وبالتالي ملي كيشوف شخص
اللي لابس بطريقه يعني غير طبيعيه ولا غير عاديه، ولا كيشوف يعني الوجه ديالو بواحد فيه بعض الاشياء اللي ما عمرو شافها، ف يعني مباشره كيتخوف، ولا كتجي الخوف وكتجي واحد النظره دونيه للاخر. علاقه اطفال القمر بالشمس تبقى قصه حياه او موت، قصه صراع مع النور. هم اناس يشكلون الاستثناء لكن موجودون، ومنهم من تمنى خنق الشمس للعيش في راحة. الشمس هي العدو ديالي، ما كرهتش كون تصور هكا قدامي نشدها ندير فيها ما بغيت، نحيها من هذا العالم، تحيد ما تبقاش. الشمس العدو اللدود ديال لي زيكسبيرونس جينيرال. الليل كيعجبني الليل، وبحال الصديق ديالنا، بحال كل نخرج فيه نخرج نبقى الليل كامل وانا ندور حتى الصباح، ولكن ما يمكنش ليك. القمر هو الضوء اللي كينور لينا حياتنا. يعني الحمد لله رغم المعاناة أملي في الله كبير، واللي إيمانه كبير في الله ما غاديش يخيب. الحمد لله على كل حال. كنت أثر بزاف، كنت كنمشي للسبيطار كنشوف حالات أكثر مني الحمد لله. الصراع مع الطبيعة قدر أطفال القمر، يتعايشون معه، وفي قلوبهم الكثير من الإيمان والكثير من الحسرة أيضا. وأكثر ما يحز في نفسية هؤلاء أن وزارة الصحة والجهات المختصة لا تقدم لهم المساعدة، إذ لو كان الأمر كذلك كانت ستحول النور إلى شيء مستحب في الحياة.